رصد الكاميرا قناة المكلا في تغطية خاصة حريق شب في أحد جسور الخور بمدينة المكلا، حيث تمكن فريق الدفاع المدني التابع لأمن ساحل حضرموت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر. وأكد أحد المناوبين في الدفاع المدني أن الحريق حدث بسبب فعل فاعل، موضحا أن سيارة وطاقم الدفاع المدني تحركوا للموقع فور تلقيهم بلاغ من عمليات المحافظة عن وجود حريق في الجسر الرابط بين منطقتي باج عمان والغار الأحمر. وتشهد إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت تقدما ملحوظا بعد الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسهمت في إخماد العديد من الحرائق على مستوى مديريات الساحل إلى جانب تدخلاتها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.